منضل عم ندفع وبيضل علينا دين. إذا ضلينا هيك كيف رح نلحق لهالنصابين؟ خيري روح لعندن وخليك فوق روسهم، هدول ما بينتركوا لحالهم خمس دقائق. يلا حاضر يا أغا بتأمر. ولك رضا وينك أنت؟ كم ساعة صار لك طالع؟ أنا بالطريق أغا، عم حاول لاقي تاكسي. وين سيارتي يا غبي؟ لتكون انسرقت. لا أغا شو هالحكي، هي ما انسرقت بس أخذوها مني. مين يلي أخذها؟ ولك رضا وينك أنت؟ أغا أنا مو رحت على القصر لأخذ خالتي قدرية. أم فتون ركبت معها بالسيارة. شو السبب؟ لأنهم كانوا رايحين على المشفى وأنا بالشكر كنت سايق السيارة على مهلي. أم فتون خانهم قالت لي بالطريق وقف وطالعتني من السيارة ودعست بنزين وطارت. لك الله ياخدك، أنت رجال، شقفت مرة قدرت تضحك عليك. لك روح بسرعة وجيب السيارة وتعال. يلا تمام أغا، هلأ أنا بالطريق رح وقف سيارة والحقون. أمينة، تسنيم. أهلا وسهلا آغا. خير إن شاء الله يا آغا، ليش جاي بهالوقت؟ ما فهمت هالمشفى شو قصتها؟ المأنزعة موجوعة ولا شو؟ لا مو مشان المشفى، الحقيقة ناقلينا لبنتها لهنيك. أي وحدة، الهادية أو المجنونة؟ المجنونة، قصدها عايدة. الله لا يردها هالغبية، بركي منخلص على الآخر. حرام يا آغا، لا تحكي هيك. أنت بدك تعلميني الحرام؟ شو هالبلاوي هاي؟ أنت شو عم تعملي هون وليه؟ مين طالع هالوقحة؟ طلعت مرت عمي. خاطر فتون خانم عندها صار كبير، قلت لهم خلينا ننتظر ليجي عدنان وهو بيحل القصة، بس ما حدا رد علي. لكان تعي لهون يا بنت. لا تنسي قولي له ندمانه. امشي قدامي، اطلعي لفوق. نارين، يا ريتك ما قلتي هيك. عدنان جاي معصب من غير شي، هلأ رح يضرب هالمسكينة ويتفشش فيها، مع إنه هدينا شوي وما أحلانا. ها؟ بفضل فتون خانم مو هيك بتقصدي أمينة؟ ما بعرف ليش الكل صاروا فجأة يحبوها. ليكي ما تطلعي فيني هيك، تعرفي أنا بوقف مع الحق دائما. أنت ما بتنعطي وش، بدقيقة سكتي وبعتيني. مو هيك الموضوع أمينة، أنا حاطة مخطط ببالي. ما فهمت عليكي؟ هلأ إذا سايرت نارين ووقفت معها هيك بتوثق فيني وبتنسى العداوة، مو غايتنا نمسكهم بالجرم المشهور؟ ما عندي أنا لا غاية ولا غيره، بعد هالعمر لا تساويني يا ست لعبة، أنا مو مسخرتك. أخي لو تعرف قديش ندمانة، أنا غلطت وأنت كبيرنا ومنك السماح. أنا ما رح سامحك لو بتطلع عينك. بس أنا يا أخي ما عملت شي، حط رأسك بالأرض. إذا بدك جيب القرآن لأحلف لك إنه ما عملت شي. لك حاجة، خلص حاجة، أنت رحتي لبيت هداك الواطي وقعدتي أنت وياه. أخي بعترف إني غلطت، بس والله كتير ندماني، بترجاك أنا مالي غيركم. أنت بتضل كبير العيلة وتاج راسنا. مرة تانية أوعك تجيبي سيرته، إذا سمعت إنك شفتي أو اتصلتي فيه يا ملك صدقيني بموتك بإيدي التنتين. التوبة أمرك، رح ساوي اللي قلته بدون ما تاخدي إذني. خطوة واحدة ما بتخطي برات القصر. تمام. وما بدي اسمع إنك اتصلتي معه أو بعدتي له خبر. فهمت عليك أخي. ليكي بحلف يمين إني بعليك من هون لتحت منشان تصيري عبرة للكل، عم تفهمي؟ إيه أخي بتأمر. إيه روح اعملي لي كاسة شاي لبما أخذ حمام، من كتر ما عصبت صرت كلياتني عرق. هات إيدك لبوسة. إيه خلص خلص انزلي.